السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد المقات مازه. رجعت لكم اليوم بمقطع جديد. مقطعنا اليوم عبارة عن سكتش يا جماعة الخير. فقبل بداية المقطع لا تنسون تصورون المصور محمد، خليكم مع المقطع. جماعة الخير، فكرة هذا سكتش انه شو اسمه انواع الطلاب بالدراسة عن بعد. طبعا يا جماعة الخير لا تنسون اللايك والشير والاشتراك في 10 تنبيهات والصلاة على النبي، أتمنى ما تنسون كل الخمس أشياء هذه يا جماعة الخير. شكرا لدعمكم، وصلنا 210 مشتركين يا جماعة الخير. 210 مشترك، إيش في مدير 210؟ شكرا يا جماعة الخير على التفاعل، أتمنى تواصلون معي التفاعل علشان أنا أواصل معكم. بس ما بيطول عليكم وخليكم مع سكيت. وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى ما تنسون اللايك والشير والاشتراك وتعجب تنبيهات الصلاة على النبي، أتمنى ما تنسون كل الخمس أشياء هذه يا جماعة الخير. طبعا اليوم أنصك قوة من شو اسمه الباب، طبعا مفتوح الدريشة وأنا ساك الباب، فمن قوة الهواء هو انفتح شوي، من قوة الهواء مفتوح الدريشة، فمن قوة الهواء شو اسمه مفتوح الباب هو شوي، فصك بقوة الهواء الباب، ها، فالهواء صك الباب بقوة. المهم شو اسمه، هون وصلنا نهاية الفيديو، سلام عليكم.